راديو نيل. يعني احنا الحلقة اللي فاتت بتاعت الاسبوع اللي فات احنا كان عندنا اوبشن كده لطيف، وكان عندنا مسابقة، وكان عندنا سؤال واجابات وناس كتير. الحقيقة الفيدباك كان حلو جدا، وناس كتير جدا اتبسطت من الموضوع ده. والحقيقة انا جايلك يعني وانا طمعانة في كرمك، يعني احنا جايين نستغلك النهاردة كده على الصبح كده اول كده حاجة كده من غير ما اقولك اي حاجة. النهاردة ناوية على نية كده مش عارفة هنعمل فيها ايه، بس انا محتاجة منك النهاردة تعملي لنا لكل مستمعي نغم اف ام اللي بتسمعنا دلوقتي واللي سامعين حلقتنا النهارده في طب وبس، اعملي لنا كده هديه. بصي، هو الاوفر اللي عملته الاسبوع اللي عدى كان فعلا يعني الناس كانت مبسوطه منه جدا، بس يعني لو انت عايزه حاجه احلى ممكن نعمل حاجه اجمل شويتين كده. ايوه. طيب ايه رايك لو نسهلها على الناس ونعمل 50% ديسكاونت على الكشف والاشعه؟ وعشانك انت يا وليا. حلو ده بقى، حلو ده. ايوه قولي لي بقى، قولي لي. عشانك انت كمان ممكن نعمل فاوتشر ب 1000 جنيه المريض يعمل بيه اللي هو عايزه غير الكشف والاشعه. انا جايه، بس انا جايه محتاجه اي حاجه وانا جايه اجيبها لك معايا. بس ايه رايك، بس هتستخدميه وانت يعني انت جايه، يبقى انت هتستخدمي الاوفر دوت ليكي. بس ابعتوا كومنت على الفيسبوك او الانستغرام بوست بتاع الانونسمنت بتاع الراديو، يعني ان احنا بنقول ان انا طالع راديو الساعه 11، ابعت كومنت واحنا هنتواصل مع الناس ديت وياخدوا باركود وييجوا بيه على طول ان شاء الله. يعني مش احلى من كده. انا مش جايه راديو تاني. استغلك استغلال مباشر وصريح ومش عارفه اعمل ايه. شرف ليا والله، شرف ليا ان الناس كلها تكون مبسوطه. يا رب يا رب دايما. طيب بفكر الناس وبقول تاني يا جماعه، اي حد النهارده بيسمعنا، انت ليك يعني النهارده ميزه كبيره جدا جدا. دكتور اسراء السعيد النهارده بتقدم اوفر لكل الناس اللي بتسمع طب وبس على نغم اف ام، 50% خصم على الكشف والاشعه وفاوتشر بقيمه 1000 جنيه لاي خدمه مقدمه من مركز دكتور اسراء السعيد. هتدخلوا على البيج بتاعه الفيسبوك بتاع دكتور اسراء، هتلاقوا في البوست بتاعه يعني الاوفر ده، هتكتبوا كومنت بس، يعني تكتبوا فيه دكتور اسراء السعيد بس، او يعني تكتبوا طبوا بس دكتور اسراء السعيد. طبعا هنتواصل معاكم وان شاء الله يعني هتتبسطوا جدا بهذا الاوفر، وان شاء الله غالبا هنتقابل كلنا هناك. ان شاء الله تيجي تنوري. كل الناس هتقابل هناك. طيب خلينا نبدا حلقتنا دكتور، وطبعا لسه هنفكر يعني على مدار الحلقه كل الناس اللي بتسمعنا واللي لسه هتسمعنا لو لسه ما فتحتوش الراديو يعني وبداتوا اليوم معانا، هتلاقوا ان شاء الله هننوه كتير عن الاوفر ده النهارده. بس خلينا نتكلم على حاجه الحقيقه، ولقيتها في اطفال كمان يعني الايام دي كتير، ان الفك يعني اللي فوق مش زي اللي تحت، بقى في بروز شويه في الفك، الاسنان مش بتطبق على بعض كويس، ومفيش حاجه من دي وراثه، مفيش حد في الاب او الام كده، ومفيش مش الطفل مثلا كان بيستخدم تتينه كتير او بيحط صباعه في بقه عشان تغير مثلا شكل الحاجات دي. فهو ايه اصلا الاسباب ان ممكن تكون الفك السفلي مش مطابق او يعني في مشكله في بروز؟ طيب بصي، الموضوع دوت هو بيحصل باتجاهين، يا اما الطفل بيحط صباعه الصغير دوت في بقه، بيحطه كده في سقف حلقه، فبيخلي الفك العلوي يطلع لقدام وبيعمل مشكله ان هو بيبقى عنده بروز واضح. دوت برضو بنحتاج ان احنا نعالجه، ولازم يبطل العاده الوحشه دي. وبيحصل العكس، ان هو ممكن يكون الفك السفلي متقدم عن الفك العلوي، وطبعا دي بتبقى مشكله. لو سيبنا المشكله ديت لما تكبر للاسف ممكن نضطر ان احنا نعمل له عمليه جراحيه علشان نسترجع الاوضاع بقى الاوريجينال ديت ترجع لوضعها الطبيعي. فالصح بتاعنا ان احنا الطفل بتاعنا من سن 6 ل 8 سنين ماكسيمم نوديه لدكتور الاسنان، نقول له ايه رايك في اي مشكله في التطابق بتاع الفكين ولا لا؟ قال لك ما فيش اي مشكله يبقى تمام الحمد لله كده، ما فيش اي حاجه ما نقلقش. قال لك ان في مشكله يبقى احنا لازم نبدا على طول الخطه العلاجيه بتاعتنا علشان ما يحصلش زياده في البروز سواء في الفك العلوي او في الفك السفلي. يعني هو ممكن يحصل زياده كمان؟ طبعا، ما هو طول ما الطفل بينمو، طول ما الايرور دوت عمال يكبر معاه، البروز ممكن يزيد مع الوقت طبعًا. كمان هو مش ممكن، هو هيزيد. هو هيزيد اكيد، لان في نمو وخلاص العظمه دوت خد وضع غير عادي، فللاسف دوت هيحتاج ان احنا نتدخل بسرعه والا هنعمل عمليه لما يوصل لسن البلوغ. طب هو ايه السبب يا دكتور؟ يعني في اطفال كتير بيبقوا اصلا مش بيحطوا تسينه كتير او صباع فوقهم، بس هو
الشكل الفك بقى فيه بروز كده، يا اما اسباب جينيه يعني هو واخد الموضوع دوت من حد من ابائه او اجداده، يا اما هو حاجه هو اللي عملها induced، يعني بيحط صباعه في بقه، بيحط قلم، بيحط كذا، بيعض مثلا على يعني في عاده بيكون بيحط صباعه. وفي ايرورز تانية بقى زي اللسان بيطلع بيبقى مش بيطلع لسانه وهو بيتكلم كتير، او حجم اللسان كبير فبيفضل يزق في الاسنان وبيفتح العضه بتاعته، فدي لازم بنحط له جهاز اسمه حاجز لسان، او بنحط له جهاز بيقلل العاده الوحشه بتاعت مص الصوابع. يعني في حلول في بس بدري. اهم حاجه العادات الوحشه ديت نعالجها بدري. طب يعني بيبقى ايه التصرف بقى يا دكتور غير ان احنا نعمل الجهاز ده؟ هل بيبقى في تقويم مثلا بيتحط ولا طبعا كده؟ طبعا لازم بنعمل جهاز وبنعمل تقويم بسرعه علشان نرجع الفك لوضعه قبل ما يوصل لسن البلوغ، بس بيتحدد الميعاد دوت بناء على الكشف والاشعه. يعني ما ينفعش ان انا اقول لك والله سن كذا هيعمل بالظبط الجهاز اللي اسمه كذا، لا. على حسب الوضع اللي احنا واصلينه، وعلى حسب ده يعني ممكن واحد يبقى عنده مشكله جينية يعني ورثها من حد من آبائه، أو عنده المشكلة دي ومعاها عادة مش كويسة، فدي بتبقى الأجهزة أكتر وبيبقى محتاجين إن إحنا نصلح أكتر من عيب. وفي بعض الناس ممكن نعمله جهاز تقويم خارجي بيبقى ماسك في الجمجمة، يعني بيكون الجهاز زي حديدة كده من ورا كده زي من عند الودن طلع لقدام، دي شكلها مش أحسن حاجة، بس النتائج بتاعتها هيلة جدا للحالات اللي عندهم بروز شديد في أحد الفكين بلس عادة مش كويسة، فبنحتاج أجهزة أكتر شوية. فبدل ما تستمر قد إيه مثلا يا دكتور جهاز زي ده؟ على حسب الحالة، ممكن تحتاج 6 شهور، ممكن 9 شهور، ممكن سنة، على حسب عمق الحالة وعلى حسب هي حالة إيه بالظبط. ولو ما حصلش ده لما الطفل بيكبر بيحتاج عملية، فالأحسن إن احنا نستحمل الجهاز ده شوية. بالظبط كده. طيب خلينا نتكلم برضو على مشكلة تانية موجودة كتير جدا، وبداء البنات الحقيقة ما أعتقدش إن الولاد بتفرق معهم الحاجات دي، بس الابتسامة سوية. الفكرة ان حد يبتسم تحس ان اللسة بتاعته او اللسة العلوية باينة. لا لا، ازاي ما بتضايقش الصبيان او بتضايق البنات؟ لا، هي بتضايق اي حد على فكرة. فالابتسامة اللسوية ديت حاجة فعلا بتبقى شكلها مش لطيف، بس ديت ليها اكتر من علاج. العلاج بتاعها بيعتمد على التشخيص، لازم بنشخص وضع الفك العلوي، هل هو بارز زيادة عن اللازم فالشفة بتعمل رولب لفوق كده وهو بيبتسم، ولازم برضو بنشخص وبنقيم حجم الشفة. احنا احيانا بنقول لا انت هتعمل عملية ونرجع الفك العلوي دوت لمكانه علشان البروز ده هو اللي مساعد ان لما بتبتسم اللسة تبان، او بنقول لك لا احنا هنعمل عملية اعادة وضعية للشفة، يعني الشفة بدل ما تطلع لفوق قوي كده لما هو يبتسم لا بنحد الحركة بتاعتها شوية. ومع بعض الناس بنقول لا الشفة ديت احنا ممكن نحتاج لها بوتكس او فيلرز، ومع بعض الناس بنقول لا هنعمل تجميل في اللسة ونطول حجم السنان شوية. فالابتسامة اللثوية ديت محتاج بتعتمد قوي على التشخيص وعلى الأشعة عشان نشوف حجم الفك ونشخص الوضع العام، بلس السن بتاع المريض برضو بتفرق معانا قوي. كل ما كان المريض صغير كل ما كانت النتائج أفضل. طب بترجع تاني يا دكتور؟ مع بعض الناس بترجع بس بنسب قليلة، عشان كده التشخيص بتاعها هو الأهم، عشان أضمن لك إنها ما ترجعش لازم تتشخص صح وتتعالج صح. حتى ممكن تتعالج بأكتر من أكتر من مانوفر، يعني نعمل إعادة وضعية شفة ونعمل نحت لسة ونعمل فيلر في الشفايف، ممكن ناخد أكتر من اتجاه علشان نعالجها. على حسب حالة بالظبط، الحالة والسن والتخانة بتاعت الشفة ليها كذا حاجة، بس في الأول وفي الآخر هي ليها علاج مش ملهاش علاج. فدي من أحلى الحاجات اللي بتفرحني يا دكتور إنك دايما تقولي لي في علاج، في حل دايما، يعني ما بتسيبنيش كده. طيب يعني سؤال قبل ما نطلع على الفاصل، اللسة الغامقة دي برضو بتضايق بنات كتير جدا وبتبقى فيها مشكلة وبيسموها التصبغات اللسة، في ليها علاج ولا ملهاش علاج؟ دي أسهل حاجة بقى علشان ما تقولي ليش إن أنا بسهل، هي دي فعلا أسهل حاجة. حلو ده. دي أسهل حاجة. بصي هي طبعا بتفرق، أولا عايزين نعرف سببها إيه. هي سببها بيبقى غالبا جيني، يعني دايما اللي عنده تصبغات اللسة هتلاقي عنده أصل جنوبي، يعني عنده أصل أسمر، فدي بتبقى صبغة ميلانين زيادة بتبقى متجمعة في اللسة
فدي ما فيش مشكلة فيها خالص، دي بتتشال بالليزر، وعلى فكرة ممكن تتعمل من غير بنج، بس أنا مش بحب الطريقة دي علشان بلاش تعذب البني. لا هي ما فيهاش عذاب، بس هو نفسيا المريض هيقول أي حتى لو مش بيتقلب نفسيا، هو بس هو نفسيا كده قاعد على الكرسي هيتقلب. You know too much. بالظبط كده. فطبعا ديت بندي بنج وبتتشال فعليا الفكة كله بياخدش 10 دقايق والنتيجة بتبقى بيشوفها في نفس الدقيقة يعني على طول، بعدها بأسبوع 10 أيام بس الدنيا تهدى خالص، بترجع الليسة بينك وجميلة جدا ونسبة رجوعها قليلة. اه يعني كنت لسه اسالك هل ممكن ترجع؟ نسبه رجوعها قليله وبرضه بتزيد مع المدخنين، يعني لو في بقى حد مدخن وعنده عامل جيني بتبقى التصبغات اقوى شويه. بس بتتعمل برضه بالليزر عادي جدا، سوفت ليزر، بتتعمل في دقائق وقصتها في منتهى البساطه والنتائج بتاعتها حلوه وفوريه. طيب احنا بعد الفاصل عايزين نتكلم على التدخين والاسنان. يعني بشوف ناس أسنانهم غير عادية بصراحة، يعني سواء مش يعني شكل بيبقى الأسنان متدمرة وبيبقى يعني أسنان الأمامية كمان بتبقى زي ما تكون متاكلة، يعني مشاكل المدخنين مع التدخين كبيرة جدا جدا، هنتكلم عليها بعد الفاصل. ولكن حابة أفكر كل الناس اللي بتسمعنا النهاردة يا جماعة، دكتور إسراء الحقيقة وبعد تكرمت وتفضلت وأنا ألحيت وزنيت وصلنا لديل وأوفر النهاردة جامد جدا لكل الناس اللي بتسمعنا على نغم أف أم وبتسمع طب وبس. في يا جماعة 50% خصم على الكشف والأشعة وفاوتشر بقيمة 1000 جنيه لأي خدمة مقدمة من مركز دكتور إسراء السعيد. مطلوب من حضراتكم إيه ولا أي حاجة، هتدخلوا على صفحة دكتور إسراء وهتلاقوا البوست بتاع الأوفر ده وهتكتبوا عليه بس دكتور إسراء السعيد طبه بس، يعني وهتاخدوا على طول هذا العرض اللطيف، مش محتاجين لا مسابقة ولا هنعمل أي حاجة. بعد الفاصل هنرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مكملين حلقتنا في طب وبس على نغم اف ام. وطبعا منوراني دكتور اسراء السعيد استشاري تجميل وزراعه الاسنان. لكل الناس اللي لسه فاتحه راديو حالا، احنا معانا النهارده اوفر جامد جدا لكل سميعه طب وبس على نغم اف ام، خصم 50% على الكشف والاشعه في مركز دكتور اسراء، وكمان فاوتشر 1000 جنيه لاي خدمه مقدمه من المركز. ومطلوب منكم ايه؟ مفيش اي حاجه غير ان انتوا تدخلوا على البيج بتاع الدكتور اسراء على الفيسبوك، اعملوا عليها سيرش، هتلاقوا اول بوست موجود بتاع العرض ده وهتكتبوا بس دكتور اسراء السعيد طب وبس، وكلكم هتاخدوا هذا الخصم من غير مسابقات ومن غير ما حد يكسب، واحلى دلع واحلى حركات في الدنيا. انا بحب الراديو، اي حد بيسمع الراديو ربنا خليك يا دكتور، انت منورانا حبيبتي حبيبتي. طيب خلينا يا دكتور، كنا قبل الفاصل بسألك على المدخنين او التدخين والاسنان، وناس بتوصل لمراحل حقيقي بتبقى الشكل مزعج جدا جدا، يعني والسنان حتى الامامية بتبقى فيها الوان كده تصبغات، ومش بس اللسع يعني وتسوس ومشاكل كتير جدا جدا. ايه بقى هنعمل ايه في الموضوع ده؟ بصي الاول انا حابه اشرح حاجه عشان الحته ديت بتبقى غايبه على الناس. ايه مشكله التدخين مع الاسنان ومع الزراعه ومع طب الاسنان عموما؟ مبدئيا التدخين مش بس مشكلته ان هو بيدخل من الفم وبيعمل تلون في الاسنان، مشكله التدخين ان هو بيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه، فالاوعيه الدمويه الرفيعه اللي واصله للاسنان بيبقى الاكسجين اللي واصل قليل، فما بنيجي نعمل زراعه او بنعمل عمليه بيقلل التئام الجرح وبيخلي الجرح مش احسن حاجه، دايما تلاقي المدخن جروحه مش كويسه. تمام اوكي، حتى لو مش مريض سكر. ده انت لسه هتضيفي بقى لو مريض سكر برضو بيكون مش احسن حاجه، فانت كده حطيتي عاملين بيؤدوا الى ان الزرعه الجسم يرفضها او ما تلتئمش مع العظم كويس، ومن غير زراعه برضو الجروح لو خلعين درس او درس عقل او واتفر بيخلي الجروح مش احسن حاجه. فالقصه بتاعت التدخين مش بس ان هي بتدخل الدخان الفم وبيعمل تصبغ في الاسنان، لا مشكله التدخين كمان ان هو بيعمل ضيق في الاوعيه الدمويه الرفيعه. تمام فاحنا لو مسكنا الموضوع الاولاني اللي هو التصبغات، طبعا التصبغات ديت مشكلة بتخلي شكل الأسنان مش جميل، ممكن توصل للون البني الغامق وللأسود كمان. أيوة إنها كمان بتصبغ التسوس، يعني لو في حد عنده تسوس في الأسنان التسوس بيبقى لونه من أبيض لبني. مع التدخين ممكن التسوس يكون لونه أسود، فأنت بتلاقي سنة لونها بني وفيها دايرة سودة. التدخين بيدي شكل مش جميل، ده بيقلل الثقة في النفس وبيقلل حاجات كتير قوي مش حلو انها تقل عندنا، ده بلس انها بتعمل مشاكل مع الزراعة وبتعمل مشاكل مع التئام الجروح.
طبعا ده مش هنتكلم بقى عن مشاكل التدخين عموما في الجسم والكلام اللي انت عارفاه ده كله، فده موضوع مش جميل. ليه بقى؟ لان في حد مثلا عندي مره كان عامل عمليه فعايز يطلع يشرب سجاير فحط قطن على الجرح وشرب السيجاره. لا هو ده مش هو مش تحايل على السيجاره او تحايل على الوضع، هو ملوش اي قيمه. ليه؟ لان المشكله مش الدخان اللي داخل، المشكله الانقباض اللي بيحصل في الاوعيه الدمويه الطرفيه. فهي دي المشكله الرئيسيه، ان احنا عملنا انقباض فقللنا الدم وقللنا الاكسجين قللنا السبلاي كله اللي واصل للمكان كله. فالقصه مش مجرد ان احنا حطينا قطن على الجرح فاحنا كده شلنا المدار بتاعه التدخين، لا، المشكله في التدخين الدخان اللي داخل في الجسم والنيكوتين والحاجات اللي بتدخل عن طريق الرئه والجسم بيمتصها وتمشي بقى في الدم بتاعنا. فالتدخين مشكلة مش حلوة مع الزراعة ومع شغل الأسنان عموما ومع شكل الأسنان. ففعلا اللي بيدخن لازم يبقى عنده النية إنه هو يهدي الموضوع ده شوية، لأن خسائره كتير وبتقلل من جمال أسناننا ومن شكلنا. طيب لو حد عمل تبييض أسنان وشرب سجاير بعد كده تاني، يعني أو فضل على الليفل بتاعه في التدخين، هل اللون بيرجع تاني؟ يعني هل بيبوظ كل اللي عمله بالنسبة للتبييض الأسنان أو الوايتنس؟ بصي، تبييض الأسنان في لو في حد مدخن أو مش بيقدر يستغنى عن الشاي والقهوة والحاجات دي، بنعمل له زي ريتينر بيلبسه أو بنعمل له زي جهاز واقي كده مغلف للأسنان بيلبسه أول 48 ساعة، علشان خاطر بتبقى التوبيولز والأنسجة أو المسام بتاعت أسنان مفتوحة فبتدخل الألوان بسهولة. فلازم بيلبس الجهاز دوت أو الواقي دوت. ولكن التبييض عموما من الحاجات اللي لازم نكون عارفين انها ما بتناسبش كل الناس، علشان الكلام دوت للاسف هيزعل ناس مني، بس والله اللي انا بقوله اشرح لنا يعني ايه ما يناسبش كل الناس. خبره 30 سنه مش خبره سنتين ثلاثه، مش بيناسب كل الناس. لما بنيجي نعمل تبييض لازم الاول السنان دي تكون سليمه، ما يكونش فيها اي تسوس سوري ما يكونش فيه انحسار في العظم علشان خاطر الجدر ما يكونش فيه تحسس جامد، ما يكونش مدخن شره، ما يكونش من الناس المدمنة قهوة الحاجات الملونات عموما. السنان بتبقى المسام فتحة قوي، لو الناس دي متعودة يأكلوا الأكل اللي بالأعشاب الهندية والحاجات اللي بتلون الكلام دوت مش هيكون جميل. والكركم والقهوة والمشاكل دي ممكن تحسبيها ازاي؟ دي برضو خبرتي. اللي بيصبغ لا اسمها اللي بيبقع اللبس هو اكتر حاجات بتكون الجسم السنان بتمتصها. يعني مثلا لو شربتي كركديه كركم بن الحاجات دي كلها بتاخد الاسنان بتاخد لون، ده في العادي بتاخد لون، ما بالك بقى لو احنا فاتحين المسام علشان هي تاخد لون اللي هو اللون الابيض اللي احنا بنقاد. فدوت بيخلي فيه مشكله في الاسنان، فالحاجات دي لازم بتقف او بيلبس الواقي. وفي نفس الوقت لازم يكون مناسب للتبييض، مش كل الناس هينفعها التبييض ويستمر معاها كتير. لا احنا نقف عند الحتة دي، نطلع فاصل ونرجع لان الموضوع مهم جدا جدا. طيب وايه البديل ولو هو ما ينفعش معاه او مش مناسب؟ هو ده السؤال اللي هنرجع بيه اكيد، ولكن بعد الفاصل. ولسه منورانا دكتور اسراء السعيد استشاري تجميل وزراعة الاسنان. بعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا في طب وبس على نغم اف ام. بشرى سارة لكل الناس اللي بتسمعنا النهاردة وفتحين الراديو على 105.3 بتسمع نغم أف أم وطب وبس. احنا طبعا النهاردة منورانا دكتور إسراء السعيد استشاري تجميل وزراعة الأسنان. لكل الناس اللي بتسمعنا وكل الناس اللي فتحت الراديو حالا، معانا أوفر فظيع. دكتور إسراء النهاردة عملنا هدايا 50% خصم على الكشف والأشعة وفاوتشر بقيمة 1000 جنيه لأي خدمة مقدمة من مركز دكتور إسراء. مش مطلوب منكم أي حاجة غير ندخلوا على البوست بتاع دكتور إسراء على صفحتها على الفيسبوك، مكتوب دكتور إسراء بالعربي وبالإنجليزي، صح دكتور؟ مظبوط. وهيدخلوا على أول بوست موجود في العرض ده وهتكتبوا بس دكتور إسراء السعيد طب وبس، ودكتور هتتواصل معاكم جميعا وهتستمتعوا بالخصم والأوفر ده. فزي ما اتفقنا هنتقابل كلنا هناك عند الدكتور إسراء. هنتقابل كلنا العرض ده عشان أنا بحب نغم اف ام وبحبك، وأي حد بيسمع الراديو فهو صديقي على طول كده. أنا بحب الراديو جدا، بس خلي بالك فيسبوك انستجرام تيك توك أي منصة من المنصات بتاعتي بيس
اي حلو. حد بيحب الراديو اي حد في الراديو معايا تمام واحنا معاك يا دكتور. طيب احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على التدخين وتاثيره على الاسنان طبعا، وكنت يعني فهمتيني برضو حاجه كانت غايبه بصراحه عني، فكره ان التسوس بيتصبغ كمان، يعني هو مش بس اصلا بيبقى لونه غامق التسوس، لا ده كمان مع السجاير بيحصل تصبغ اكتر. مظبوط. طيب احنا دلوقتي مش كل الناس ينفع لهم تبييض اسنان، ده اللي احنا وقفنا عنده وايه البديل؟ طب وبعدين؟ بصي تبييض الاسنان دوت بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ماده بتتحط على اسطح الاسنان السليمه، يعني مش هينفع ان احنا نقول ان حد عامل فينيرز فعايز يبيضها يعمل تبييض على فينير او على كراون، ما ينفعش. ما ينفعش حد عنده تسوس ومن غير ما يحشي التسوس دوت احنا هنعمل تبييض فوقه، ما ينفعش. لازم السنان تبقى مقفله كويس. الماده ديت بتتحط من بره بتعمل تفاعل، التفاعل ده بيطلع ماده اللي لونها ابيض، الجسم او السنان مسامها بتبقى مفتحه بتمتص اللون ده. اللون ده بيقعد من 6 لـ9 شهور، اول 48 ساعه الناس اللي ما بتقدرش تبطل الملونات لازم بنلبسهم جهاز بيحمي الاسنان من الصبغات اللي بيشربها او بياكلها. بيعمل جلسات اكتيفيشن، يعني تنشيط زي فكره صبغه الشعر. مفيش حد في الدنيا هيصبغ شعره وات ايفر ماده الصبغه ايه وهيعيش طول العمر بالصبغه دي، لا يمكن. كل 6 لـ9 شهور هيروح يعمل ري اكتيفيشن للمبيض اللي هو حاطه، يعني هي ما بتتعملش مره وينتهي القصه. لا. طب كل قد ايه دكتور؟ 6 شهور؟ من 6 لـ9 شهور على حسب هو بيدخن ولا لا، بياخد ملونات كتيره ولا لا، التفاصيل دي. اهم حاجه ان الناس تبقى عارفه ان التبييض حاجه ما تناسبش كل الناس، لازم يعني مثلا اكتر ناس بتجري على التبييض مين يا مش هتصدقي؟ مين؟ اللي عندهم حاجه اسمها تتراسايكلين ستين، او اللي عندهم تلون جيني في اسنانهم، يعني اسنانهم بتلاقي فيها خط بني او رمادي بالعرض. الناس دي بتبقى خدت ادويه وهم اطفال فعملت تلون في الاسنان او سترايشنز كده، خطوط بالعرض. دي اكتر ناس بتجري على التبييض، دي اكتر حاجه ما تجيبش نتيجه مع التبييض فعلا. ليه ما بتجيبش؟ ليه؟ لان اللون البني اللي هو الخط البني او الرمادي اللي ماشي بالعرض في اسنانهم بيفتح، والخط الابيض اللي هو الطبيعي بيفتح، فهتفضل نفس التلون موجود بس افتح عن العادي. أوكي. بس برضو الخط هيبقى فيه برضو اختلاف في الالوان برضو. بالظبط كده. طب دي حلها بقى على طول هيشتغل فينيرز، ما ملهاش. امال قبل ما اخترعوا الفينيرز كانوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا تبييض ويفضلوا يعملوا او بيعمل كراونز. بيبرد الاسنان ديت وبيعمل كراونز. فالقصة كلها في ان مش كل الناس عندها تلون في سنانها هتجري تعمل تبييض، والتبييض ده هيبقى مناسب ليها وهيكون طويل الامد. لا، مهما عملتي ومهما كانت الماركة هو من 6 لـ9 شهور بس. الناس اللي بتارجت النتيجة الدائمة هيتكلم في فينيرز مش هيتكلم في تبييض. الناس المدخنة قوي او الناس اللي عندهم عيوب خلقية في التكوين زي بقع في سنانهم او خطوط في سنانهم، دي مش هيجي معها تبييض بنتيجة كويسة ابدا، هتفضل نفس الريشيو موجود بس ده الخط البني بقى بيج والابيض بقى افتح في الدرجة بتاعته. طيب يعني برضو قبل ما نسيب منطقة التدخين والأسنان، هل التدخين بتخلي أو التدخين الشره يعني بيخلي الأسنان ممكن تتلخلخ؟ لا، بس هو بيعمل التهاب عام في اللسة، فباي تايم الالتهاب اصلا البكتيريا فلورا بتاعه الفم بيتغير البالانس بتاعها بالتدخين. فاحنا بيبقى بيحصل التهابات في اللسة، التهابات متكرره، يعني هيبقى في نسف، هيبقى في يعني اللخلخة هتحصل بس على امد طويل مش بسرعه. انا بتكلم على الامد الطويل، يعني في ناس فعلا انا شخصيا شفت ناس وعرف ناس كتير مدخنين يعني بشكل كبير جدا جدا بوصلت معاهم مراحل ان اسنانهم بدات تقع والدروس بعد امد طويل، وبلس لو كان بعد الشر كمان في سكر. فده بيزود الموضوع، لكن مش في الاول، يعني بياخد وقت على ما بيبقى السايد افكت دوت بيظهر. بس هو دلوقتي الموضه اللي طالعه، انا بقيت اسمع ناس بتشرب 3 علب في اليوم، يعني تقريبا بيشرب سيجاره كل 5 دقائق، فده رقم كبير عنيف طبعا جداً. عنيف جدا ومضاره جامده جدا، والموضوع مش مستاهل.
يعني. طب ما دام وصلنا برضو للتدخين دلوقتي, بقت في اختراعات كتير, في الفابو, بقت في مش عارف حاجات كده معينه بيتساوى. لان انا احيانا بسال الناس مثلا حضرتك بتدخن, يقول لي لا, فين بقى لما انا لا, هو الشيشه تعتبر تدخين, الحاجات اللي بتتشرب كلها بتطلع دخان, دي تعتبر تدخين. مش التدخين يعني سجاير فقط, لا, كله الحاجات الالكترونيه والكلام كله ده نفس النتيجه, كله نفس النتيجه, مش برضو بيأثر على السنين. وبرضو المدخن لو فكر يعمل تبييض للأسنان مش هيقعد فترة طويلة, ممكن يقعد أقل من 6 شهور, وعادة هيكون لابس الواقي دوت فترة أطول من يومين. فبرضو التبييض مع التدخين مش أعلى نتائج. أنا مش بقول حاجة نيجاتيف انرجي, أنا من الناس البوزيتيف جدا, بس أنا بحب أقول الحقيقة. بعد خبرة طويلة 30 سنة رقم مش قليل في طب الأسنان, فأنا بقول لك الحاجات اللي نتائجها أدوم, أنا دايما التارجت بتاعي النتيجة الأدوم, مش بحب أعمل الحاجة اللي تقعد معاكي أسبوع واثنين وشهر واثنين. التبييض ممكن يفيد عروسة أسنانها سليمة, فرحها بعد كام يوم هتبقى حاجة كده زي إيه, عملتها فانتازيا كده سريعة, لكن مش هتبقى فوريفر هي أسنانها بيضة. الكلام دوت مش بيبقى مش حقيقي. يعني هي زي اللي بيحط ميك اب يوم فرح وكده, هو شوية وهيروح. بس وهيبقى فيه التزامات, ويعني ما أعتقدش مناسب قوي إن تبقى عروسة ولابسة واقي وما بتشربش إيه وما بتاكلش إيه, هي مش هتلتزم بالكلام ده. فلازم هنبقى عارفين ان دي حاجه كده اديشنال فانتازيا كده, زي اللي بيلبس لينسز ملونه مثلا زي كده, هتاخد وقتها وهتروح. تمام. طيب برضو احنا كنا يعني بنتكلم على مشكله التصبغات والالوان, وعايزه افكر الناس عشان معلومه برضو حضرتك قلتيها, فكره ان كل حاجه بتبقى على الهدوم هي بتصبغ الاسنان. برضو عايزين برضو نفكر الناس بحاجه زي كده, اي حاجه يا جماعه بتاثر على الهدوم, يعني الكركديه بقى, الشاي, القهوه, الحاجات دي كلها بتسيب اثر على الاسنان. فالناس اللي عايزين نحافظ على تبييض عملوه او على اسنانهم عامه يقللوا من ده. طيب في حاجه برضو يا دكتور, الحاجات الساقعه, المشروبات الغازيه, الناس تقول لك ايه, خلاص انا هشرب المشروبات دي بالشاليمو عشان ما تجيش على اسناني, فالموضوع يبقى ليه تاثير اقل. هو مبدئيا كده, عشان موضوع المشروبات الغازية دي الناس بتتكلم فيها كتير قوي, بتأثر فعلا على الأسنان والعظم ولا لا؟ عارفة فكرة السجاير اللي أنا لسه شرحها بتاعت القصة, مش بإن إحنا نحط قطن على الجرح ونشرب السجارة, القصة بتاعت المياه الغازية كلها, القصة ديت اتعمل عليها أبحاث كتير جدا, ويعني خلاص هي بقت فاكت, ما بقتش حاجة في طي الـ إن إحنا بنقول حاجة جديدة. لا خلاص دي حقيقة. المياه الغازية بتغير البكتيريا فلورا بتاعت الفم, يعني وبتغير البي اتش, يعني بتغير الحموضة بتاعت الفم, بتخليها عالية جدا جدا. ليها كده وضع, تشوفي كده المريض المدخن تبصي في اسنانه وتعرفي ان ده مدخن. مريض المواد الغازيه او المياه الغازيه بتبصي في بقه برضو بتعرفي ان دوت بيشرب حاجات غازيه كتيره جدا. للاسف دي بتعمل تاكل في الاسنان بشكل واضح, والتاكل دوت بيبقى لونه ابيض, وبعد كده بيبدا ياخد لون من التدخين او من الاكل, فبتلاقي كل الاسنان من رقبه السنه او من الحته اللي قرب اللسة كلها فيها دواير بيضة بيضة بيضة, ده في الأول, وبعد كده بتبدأ الدواير دي أو التسوسات دي بالظبط, وبيبقى تعبان جدا في الحاجة الساقعة والسخنة والمسكر, لأن إحنا اوريدي فتحنا السنان, عملنا كده منفذ بيدخل على العصب على طول, لأن ده أقرب نقطة للعصب رقبة السنة. تمام. طيب خلينا نطلع الفاصل وهنرجع تاني نكمل حلقتنا مع دكتور إسراء السعيد, استشاري تجميل وزراعة الأسنان. لسه حلقتنا ما خلصتش وكلامنا لسه ما خلص, بعد الفاصل نرجع نكمل الحلقة, خليكم معنا. إلى كل مستمعي نغمة فم 5-3 وكل الناس اللي بتسمعنا في طب وبس, ونهاردة يا جماعة معانا أوفر فظيع جدا, ومعانا هدية جميلة من دكتور إسراء, 50% خصم على الكشف والأشعة, وفاوتشر بقيمة 1000 جنيه لأي خدمة مقدمة من مركز دكتور إسراء. النهاردة طبعا يعني ده عرض هايل, مش محتاج انك تعمل اي حاجه غير ان انت تدخل على البيج بتاع الدكتور اسراء السعيد او الاكونت بتاعها على الانستغرام, وايه كمان, فيسبوك, انستغرام, تيك توك. تمام كده, هتدخل بس حضرتك تكتب في التعليق على البوست اخر بوست موجود دكتور اسراء السعيد طب وبس,
وهتاخد هذا العرض الكريم. يعني انا مش عارفه والله, احنا بندوس عليكي جامد والله. انا مبسوطه جدا يعني ان انا اصلا بطلع على نغم اف ام, وانا بحب الراديو, اي حد بيسمع الراديو فانا عينيا ليكوا. نورانا والله يا دكتور. ويعني خلينا في اخر دقايق كده في الحلقه. انا ما لحقتش يا ام, وانا ما حاسه ان وقت الوقت الجميل بيعدي بسرعه. طيب خلينا كده يعني قبل ما نختم دلوقتي, بالنسبة يعني حضرتك اتكلمتين عن التدخين وعن أضراره, وكمان عن يعني عرفنا كمان ان مش بس السجاير, كمان الحاجات الجديدة اللي طالعة الإلكترونية دي كمان نفس الأضرار. مزبوط. مشروبات الغازية نفس الكلام, القهوة, الشاي, كل الحاجات دي خطر وليها مشاكل كتير. طيب يعني العصاير عامة أو السكريات برضو ليها تأثير سلبي على الأسنان ولا؟ لا طبعا, ما ينفعش نقول للناس ما تشربوش عصاير ولا سكريات, بس لازم نهتم بنظافة أسناننا. دوت شيء مهم جدا, إن الناس بتعتبر إن دوت موضوع يعني إيه لما نفضى نبقى نعمل موضوع أسناننا وننظف, ولازم نروح للدكتور مرة كل سنة على يعني أقصى تقدير. لازم نروح للدكتور ونحافظ, لأن أسناننا دي حقيقي نعمة وهبة من عند ربنا. ما ينفعش نسيب الأمور مهما كان, خلقة ربنا أجمل من أي حاجة إحنا هنعملها صناعية. وبرضو في موضوع يا وقام ما اتكلمناش فيه, ناس كتير بتعمله, هو المبيضات بتاعة الصيدلية, أو بتتشري من الماركت, أو بتتشري من مول, أو بتعمليه في مول, أو حد يقولك تعالي ما أعملك كذا, أو من العطار. الكلام ده يا جماعة غير علمي, غير مدروس, لأن أكيد الشخص دوت ما شخص الحيلة, ما شافش فيه تسوس في الأسنان ولا لأ. المواد ديت بيدخل فيها مشتقات مية نار, ف صدقيني ضررها كبير جدا وألمها عنيف جدا. ولو في تسوس والمشتقات مية النار المخففة, طبعا هي مش أكيد مش مركزة, دخلت للعصب بتاع الأسنان, الخسائر هتبقى كبيرة والألم هيكون عنيف. يعني بلاش نجتهد, بلاش صدقيني. دي حاجات مش كويسة. وأنا كان عندي مريضة حبيبتي جات لي في حالة صعبة جدا, لدرجة أنها كانت مش قادرة تتحكم حتى تقفل وتفتح بقها. يعني كانت حالة صعبة جدا. ليه؟ لأن المادة ديت راحت على اللسة, فعملت التهاب عنيف في اللسة وفي الأسنان, فحتى هي رئها مش قادرة تبلعه, فكان شيء عنيف جدا دوت. ليه؟ عشان كانت بتتمشى في مول, فناس طيبة قالوا لها اعملي كذا وكذا. ده كلام مش علمي ومش مدروس بأي حال من الأحوال. طيب احنا حلقتنا خلصت. انا بشكر حضرتك جدا, بشكر اولا على العرض اللي هقوله لاخر مره قبل ما نختم, 50% خصم على الكشف والاشعه وفاوتشر بقيمه 1000 جنيه لاي خدمه مقدمه من مركز دكتور اسراء السعيد. طبعا يعني كل الناس اللي بتسمعنا تقدر تستفيد من العرض ده, هتدخلوا بس على صفحه دكتور اسراء سواء على الفيسبوك او الانستجرام او تيك توك, وهتكتبوا في التعليق على اول بوست موجود, هتكتبوا بس دكتور اسراء السعيد طب وبس, وهتاخدوا وهتستمتعوا بالعرض ده. هيتم التواصل طبعا معاكم. انا بشكرك جدا يا دكتور, نورتيني ودايما ببقى مبسوطه وانت معانا, ويعني ويا رب دايما كده صباحك جميل وصباحك بيضحك وكل حاجه حلوه النهارده ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور, نورتونا وكل الناس اللي بتسمعنا النهارده. بشكركم, كنت معاكم وئام وجدي, ونتقابل دايما على خير. خليكم دايما على نغم اف ام. سلام. طب وبس مع وئام وجدي من الاثنين للخميس من 11 ل 12 الظهر على نغم اف ام.